بعدك ما تولع على البردية بالتالت، إذا بتولع على البردية بيحترق البيت. لا التاني، التاني والأول. لازم إذا في طفاية يطلعوا على التاني يطفوه. لك وين هو واقف تحت؟ بس ما في يعمل شيء إذا ما معه طفاية. بده يجيب طفاية يطلع على التاني إذا في حدا يطفي. أي هديك السنة ما هو كل شهرين ثلاثة بيولع. لا حد بده يفعل. بدك ما تروح